عبد المجيد تفضل حبيبي. تبي تطلع الكشخة الحين؟ الكشخة بتبين على المسرح الحين. لا حلو المساعدة. والله خالد حسين ايش رايك خالد؟ والله خليها. الله يغني. لا لا والله ما برد صالح. على اساس ما حد شايف الحين يا مجيد صح؟ والله اني ما رد صالح كذا. اتركوه اتركوه. كلها؟ ابيت. هذا البيت طماعة هذا. والله اني ما ودي ارد الشباب بصراحة. ارفع الكاميرا تكمل. لا لا ما حد شايف ترى ما حد شايف مجيد. لا والله. تطلع. يا مرحبا. الله يبيض وجهك يا صاحب ويجيك من دفنه. طيب ندخل على المقطع على طول؟ اشو انك كشخت اليوم. لا كشخه الكويت ترى. زين. طيب ناخذ المقطع على طول؟ بسم الله. يلا عطني يا مخرج. السلام عليكم مساك الله بالخير يا ابو فوزان، اليوم مجتمع انا والشباب، يعلم الله اننا مشتاقين لك فاقدينك من غير شخص، الله يوفقك يا رب. ايمن. هلا والله. كلمة المجيد. اقول مساك الله بالخير حبيبي مجيد، واشهد الله اني فخور جدا فيك. والله يوفقك ان شاء الله، واهم شيء حافظ على رصيدك واترك عنك الثغرات القانونيه. فهد. هلا ابو فوزان، اي والله اننا مشتاقين لك بالحيل، والله يوفقك، والمهم حافظ على رصيدك. يا هلا والله وسهلا ابو فوزان، والله اننا مشتاقين لك بجد، فخورين فيك، وتكمل فرحتي ان شاء الله بحضورك زواجي يوم الاربعاء الجاي باذن الله. الله يوفقك يا رب، وشد حيلك يا مجيد. والله حرام عليكم. صفقوا لو تكون هذولا طبعا ربعي العزيزين العزيزين العزيزين، والله انهم اخوان. الاول مصعب الهلية، اتوقع كلكم تعرفون مصعب، ازعجتهم فيه. مصعب الهلية من مقبل، وفهد السحيم المحامي، وايمن دبيان. ايمن دبيان زوجها الاربعاء الجاي. اتقطع 500. لا ما لمح انا والله، ما انا اسمح لك تطلع ب 500. اقول شيء، اذا اكرمتوني بالطلعة جزاكم الله خير، ما اكرمتوني انا بسوي هنا عرس انا والشباب. ما عندك مشكله، وانا امثل ايمن دبيان. احنا جاهزين، احنا جاهزين. جاهز ما في شيء، عادي نطلع اي واحد من الشباب يلبس بشتي ويدخل. الله يبيض وجهك. الله يسعدك. الله يسعد قلبك. شكرا على المقطع.